اختتم اليوم منافسات الحدث الأكبر في رياضة المحركات رالي داكار سعودية 2022 في نسخة 44، حيث احتل البريطاني سام ساندرلاند المركز الأول في فئة الدراجات، فيما حقق القطري ناصر العطية المركز الأول في فئة السيارات، وذلك بعد 14 يوم من المنافسات. وتحتضن جدة ختام هذا الحدث العالمي الذي شارك فيه أكثر من 650 رياضي يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي من أسدير عبر سكايب المصور الفوتوغرافي عبد الرحمن البريه، وهو أحد المصورين الفوتوغرافيين الذين التقط أيضا بعدسة أبرز المعالم والتضاريس لمناطق المملكة، وكذلك أيضا رصده المستمر لمراحل السباق في منافسات رالي داكار سعودية 2022. عبد الرحمن مساء الخير وسعيد بوجودك معي بالبرنامج. بداية أوصف لنا مشاركتك في تصوير رالي داكار بعدستك. مساك الله بالنور ويا هلا والله وسهلا ومسي على السادة المشاهدين، وسعيد جدا بظهوري الأول عبر قناتكم المباركة. الله يحييك. التجربة كانت صراحة مميزة جدا ورائعة، وكانت هي تجربتي الأولى ولكن بإذن الله لن تكون الأخيرة، لأن الحدث جميل جدا مش للمصور فقط، حتى للمتابع. الأشياء الجميلة اللي شفتها هناك حتى هو ثقافة الجمهور مش المصورين فقط. يعني تفاجأت إنه الجمهور ما شاء الله تبارك الله يعرف أسماء السائقين، يعرف طريقة المسابقة. هذا الشيء صراحة أسعدني. أيضا الأشياء اللي وفقنا فيها هو التنوع الجغرافي في المملكة، واللي احنا صراحة نحظى به في تنوع فريد، فما بالك في الإقليم اللي أنا صورت مراحل فقط مرحلة الرياض في إقليم سدير أو إقليم الوشب. قدرت أني اللهم لك الحمد أطلع بتضاريس منوعة، سواء رمال أو صخور أو كذلك الأشجار، فكانت تجربة اللهم لك الحمد طيبة جدا. برأيك وش هي أفضل صورة صورتها في هذا الرالي؟ والله أنا ما أقدر أحدد وش أفضل صورة بالضبط، ولكن أنا اللي يعرف عبد الرحمن يعرف أنه أنا دائما متعلق بالجمال اللي هي الإبل، فدائما أحبها، وكثير من أرشيفي موجودة صور للجمال، فأعتقد أنه أبرز الصور هي صور البل مع الرالي، وأني كيف قدرت أني أوظف الفكرة يعني بين الحدث الرياضي هذا وبين الجمال.